السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هذا بنين من جروب مختصون في التبادل المنزلي. حابب انتهز الفرصة دي اقول لكم كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله ربنا يجعل السنة الجديدة سنة جديدة علينا جميعا ان شاء الله، ويوفقنا جميعا فيها ويشيل عنا الغمة اللي احنا موجودين فيها. واتمنى ان احنا كلنا نحافظ على نفسنا، واحب ان انا اوصل رسالة للباشمهندس روشنال واقول له الف سلامة عليك، ربنا يقومك بالسلامة، وكلنا ندعي له بالسلامة ان شاء الله ربنا يقومك بالسلامة. انا حبيت النهارده اكلمكم عن ازاي نبحث على الكتالوج عن موديل الكباسه، اقول لكم على شويه معلومات بسيطه ان شاء الله هتفيدنا جميعا وهتفيد الكل ان شاء الله. الرقم اللي بيبقى مكتوب على الكباس او الكمبروسر او بعض الفاهمين بيقولوا بين قوسين عليه مطور، رقم ده عامل زي البطاقه الشخصيه بتاعتك او الاي دي بتاعك، بيبقى عليه ارقام الجهة الحكومية بتعرف منك كل مواصفاتك بصمتك كل حاجة عن حياتك موجودة فيها. الرقم ده الشركة بتكتبه تبقى عارفة هي القدرة بتاع الكباس قد ايه، الوقت التبريدي، قدرة الملفات، شغال على راليه الكتروني او طيار او الزيت، الازاحة، كل مواصفات الكباس هي بتختصره برقم معين. فأنا لما اجي ابحث دلوقتي على كود كباس، دخلت على النت على جوجل وبحثت عنه، فانا بيبقى عندي ازيد من تطبيق، عن تطبيق اسمه اللو باك بريشر والهاي والام. اللو معناها كلمه ال معناها سحب منخفض، الام سحب متوسط، الهاي سحب عالي. ده اللي هو ايه السكشن بتاعه او السحب اللي بيسحب من الفريزر او الافريتر بتاعه، ده بنسميه ده الشركه بتسميه لو باك ها. طبعا لما نيجي احنا نحسبها على شركه اشري العالميه الامريكيه، اللو ديت بيتحسب عن درجه حراره ناقص 23.3. اما اخش على الكتالوج ولقيت قدام الكباس مكتوب عليه لو باك بريشر، على طول بدخل على الكتالوج واشوف ناقص 23.3. ده بالام، الام ديت يا جماعه بتحسب عند ناقص 6.7. ده بالهاي، الهاي بتحسب عند 7.2. دوما الثلاث تطبيقات ان شاء الله ما فيش غير خلاف. ولازم نكون عندنا خلفيه ان في بعض الكباسات بيكون لها ازيد من تطبيق، وده مشهور في شركه دامفوس والحاجات دي، فهنا القدره التبريديه بتاعته تختلف. انا هركبه على ايه بالظبط؟ او لازم يكون عندنا خلفيه طبعا ان درجه حراره المبخر هي ماشيه طرديه مع القوه التبريديه بتاع الكباس نفسه، يعني كلما قلت حراره المبخر كلما قل الوات التبريدي بتاع الكباس. طب في واحد يجي يقول لي مثلا يا باشمهندس انا اول نوع بسمع الهاي واللو والباك، انا هركب كباس ام مكان اللو. طيب ركب كباس ام مكان اللو عادي هيشتغل، بس عندك انت عوامل هتحصل عندك، عم يحقق الدرجه بتاعته هياخد وقت طويل جدا، هيسخن منك الكباس، هيلتر زيت، هيعمل سدد، في عوامل يا جماعه كلها مشتركه. طبعا مواصفات الكابلوه اللي مختلفه، الازاحه هنا تختلف، في حاجه كده تختلف. فانا بس قلت لكم على النقط المهمه ديت يا جماعه، انني اول ما اخش من الكتالوج واخد رقم السيريال نمبر او الموديل بتاع الكباس وادخل على جوجل واتابع نفسي. طب هل انا في منطقه 50 ذبذبه ولا 60 ذبذبه؟ خلي بالنا من المنطقه دي كويس بردك، وان شاء الله ننزل لكم فيديو تاني ان شاء الله ازاي نبحث واحده واحده. واقول لكم على معلومه تانية انا قلتها قبل كده، بخش على التاجر اللي انا بتعامل معاه، احنا كلنا عارفين هم 5-6 كباسات اللي بنشتغل فيهم في مصر، مفيش ازيد من كده. 5-6 كباسات بنشتغل فيهم في مصر مفيش ازيد من كده، يعني احنا كفنيين عارفينهم وحافظينهم وفاهمينهم كويس، وحافظين ابوهم اسمه ايه وامهم اسمهم ايه وكل حاجه عنهم، يعني بمعنى اصح العمليه سهلة بالنسبة لنا احنا كمصريين، مش زي دول تانية متفتحة زي ما كنت في السعودية وعندي بدل الموديل 50,000 موديل وكل شركة ليها، هم 5-6 موديلات معروفين بتاع التوشيبا الباناسونيك والدامفوس والزيمك، ازيد من كده مفيش، يعني معروفين 100%. فأنا عندي حافظهم، لما بيخش لي الكباس الجديد اللي أول نوبة أشوفه بدخل على جوجل وبعرف مواصفاته إيه والإزاحة والواط وكل حاجة، وأنا اللي أنا أعدله على الكباس اللي أنا عندي موجود عندي في البلد. وفي حاجات شاذة احنا بنعملها، يكون كباس مثلا خمس ومش لاقينه في البلد احنا بنعدل، وده كله معروف عندنا يعني. واتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو ده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم هدى ابو العنين من جروب مختصون في التبادل المنزلي.